اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من ألدر رينج. بالحلقه عندنا قتال الزعيم بلاك نايف اساسن. اول شيء تستخدموا مثل ما وضحت تاليزمان او سبيل تزيد الديفنس مالتكم ضد الهولي اتاك. يعني الزعيم يستخدم هولي اتاك، استخدموا الميوت يروح على السبيل، هذا السبيل تزيد الديفنس ضد الهولي لك وللحلفاء مالتك سواء صديقك بالاونلاين او السبيرت مالتك لهذا الاشن ميكتير. طبعا هم نستخدم الدولا مون بلاي، استخدموا شكو سبيل تسبب فروست بايت، وانا مستخدم الاشر فور للسلاح مالتي مخليها الفروست بايت، سبب فروست بايت بلد اب فروست بايت تقريبا 100 تمام، فهو ضعيف ضد الفروست بايت، استخدموا كل شيء يسبب فروست بايت لانه كله ضعيف ضده. واستخدموا الفيزيكال اتاك، لا تستخدمون ابدا الفيزيكال اتاك من نوع البيرس، سلاح من نوع البيرس ابدا لانه هو قوي ضده. استخدموا باقي الفيزيكال اتاك عادي ما عندكم مشكله، هو يكون ضعيف ضده، مو ضعيف كلش بس ضعيف يعني زين تمام. باو تستخدم هسه هاي العشر فور اللي هي فروست بايت، تصيبه بالفروست بايت بسرعه دمه راح. باو تستخدم هذا السبيل مال التنين هم تفيدنا، قاعد يستخدم هالمهم كثير هم. باو قضينا عليه انمي فيلد. تمام اصدقائي، احنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات.